غينيا ادينا مباراه كويسه. كنا محظوظين على فكره ان المباراه دي ما اتنقلتش. ما اتنقلتش؟ ما اتنقلتش، ما اتذاعتش. اللي ما صورها اتزعتش. اللي كنتوا محظوظين. كنا محظوظين طبعا، لان طبعا احنا بعد كده كاميرا الاهلي، كاميرا الاهلي كانت هي اللي مصوره. ايوه، وهي كان ما فيهاش حاجه، احنا اللي طلبنا كجهاز فني يعني الراجل، واحنا طلبنا ان المباراه ما تتذاعش دلوقتي خالص، لان فكر الراجل ما كانش وصل عند الخصم، وده مهم على فكره يعني. ده مهم جدا يعني. ما هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، ان حضرتك او يعني كاداره كوره طلبتوا ان المباراه لا تذاع. لا تذاع، صح. يعني احنا ده طلبنا من هنا، مع ان كانت المباراه بعد مباراه السوبر على فكره ذعناها يعني. فطريقه في التفكير ممكن تنجح ممكن ما تنجحش، بس الحمد لله نجحت يعني. تمام. فالراجل قدر في فتره قليله جدا ان هو يبقى فيه نوع من تحفيز الاشياء، وخصوصا التحركات بدون كوره عند اللعيبه كان ايجابي جدا جدا. خلق دوافع ورغبه عند اللعيبه كان قوي جدا. يعني على سبيل المثال اجاييه ما كانش موجود في ال 18 اصلا في مباراه كان سبورت، كان اساسي وهو الورقه الرابحه في مباراة الزمالك. حسين الشحات ما كانش أساسي في مباراة كان سبورت ما كانش أساسي، ما كانش موجود أساسي في المباراة، ما لعبش أصلا. وكان موجود وكان ورقة رابحة في مباراة الزمالك. فاجئتك المسافة اللي بيعملها الراجل، عشان أدي بس الأمور تبقى كويسة، اللي بيعملها الراجل ما بين اللعيبة وبعضها إيجابية جدا جدا جدا. إن أنت عندك نوع من الفرص اللي أنت ممكن تلاقي نفسك موجود في الملعب بشكل كويس قوي، بس درجاتك وأرقامك هي اللي تحدد بقى مين اللي يكون موجود. أنت كسيد عبد الحفيظ فاجئت بجونيور اجاييه وبحسين الشحات وكده ولا اجاييه؟ اجاييه ممكن، اجاييه طبعا، لان الراجل كان ما لعبوش في مباراه كان سبورت خالص. لا، وكان في عندنا كذا راس حربه موجودين، ولكن دي طريقه وليد لعب. يمكن كان متعور، مروان كان موجود. صلاح محسن كان جايب جول هناك. تمام. فده بيدل ان الراجل عنده حاجه معينه بيبص لها. يبص في شخصيات اللعيبه كمان وقدراتهم، ما بيسيبش تفصيلات خالص. بيتكلم في كل التفصيلات، ودي عامله حاجه كويسه جدا يعني. طب وهو سيد ريني فايلر بعد مباراه السوبر فكره اتغير؟ فكره اتغير؟ مش فكره في فنيا. بمعنى ان هو قبل مباراه السوبر كان هناك حاجات كتيره جدا ما يعرفهاش. بعد مباراه السوبر احنا حسينا ان هو راح في حته ثانيه. هو ايه الفرق ما بين مدرب ومدرب يا كابتن اسامه؟ ايه الفرق؟ الفرق ما بين مدرب ومدرب ان يبقى كل واحد طبعا له مدرسته، كل واحد له تفكيره، لكن في مدير فني ما ياخدش وقت طويل عشان يتعرف على امكانيات لعيبته. هو ده اللي عايز يوصل له. وفي مدرب ياخد وقت اقل بكتير جدا عشان يتعرف على امكانيات لعيبته. وفي مدرب يوصل للعيبه بتاعه وقت معين ويستخدمها في وقت معين. وفي مدرب يعني التفاصيل عنده بيركز فيها قوي، سواء كانت هجوميه ولا دفاعيه بشكل كويس قوي. الناس، انا بقول الكلمه دي دايما دايما، الناس ممكن ما تبقاش مركزه معاها، بس هي ده من معتقداتي او قناعاتي. التفاصيل الصغيره اللي انت بتتخيل انها صغيره وما تحصلش، يعني ايه المشكله؟ حتى مع اساتذتنا المحللين او الناس كباتننا المحللين يقول لك ايه؟ يعني النادي الاهلي عيب يتكلم في كورنر. عيب اتكلم في كورنر ايه؟ ده كورنر ممكن يجي جول يجيب بطوله اساسا. او يخش في جول. يعني عيب يعني النادي الاهلي بنالتي. يعني بمناسبه هنتكلم، لا هنتكلم عن فقره التحكيم دي لان مهمه جدا. لكن انت عارف كويس جدا ان لما فايلر لما جه